الحق لا يؤخذ، الحق يعطى. ما عندك حتى شي حق في هذا الوجود الا انك تجمع المؤخره ديالك وتموت تخدم. كيفاش تقدر تعرف لينا راسك سي؟ انا هو الراجل اللي كون كنت امراه نبغي نتزوج به. هذا غرور؟ الزواج برجل غرور. ولكن انت معروف كطبيب كمدون؟ معروف حتى انني شفار وانني مختصب وانني كذاب وانني شاعر. المساله ديال الزواج باقي لحد الان بدون زواج سي احمد، واش عندك عقده من هذه المساله؟ انا وليداتي راه باقيين في البيران وباقيين في الكازينو باقيين تالفين وكيبحثوا على المعنى. انا هادو هما وليداتي، ماشي من الضروري هذا، ماشي ممنوع بعد. ها لا انت ضيف استثنائي كما ذكرت في الحلقه. مرحبا. انت دوزتي الحبس بتهمه الاغتصاب؟ لا بدون لف. لا شو تهمه؟ شوف انت من الرجاء خصك تتصل بيا نوجد معاك شويه. انا اتصلت بيك وحضرتي معايا البارحه وهذا ما قلته. لا ماشي دابا انت ما كتسمع ولكن خصك تسمع مزيان. شوف دابا الموضوع هو انت ماشي انا، نكملوا معاك المساله ديال الاغتصاب. لا كان الموضوع هو انا ماشي انت، ما تقوليش انني طبيب مثير للجدل. قبل ما نوصلوا لهذ النقطه غير واش انت مغتصب؟ انا نطفي لك عينيك. انا علاش؟ باش نوريك انا لك انت انا مغتصب، انا نقدر نطفي لك عينيك مالك خايف. واش ارتبكتي؟ نعم لان سأتي الادب معي. علاش؟ انا سولتك واش انت مغتصب؟ انا كنحماق على العيال، كنحماق عليهم جميع النواحي. انا ما يمكنش المراه تكون معاي وما تمشيش ساتيسفيت سوغ داك لو بلون اللي كتهضر عليه. دونك انت ماشي مغتصب. صافي زيرو انت تكعينا نمشي نمشي بحالاتي. لا جاوبني. طبيب ولد الفشوش يدخل السجن باش شي دابا كيستطع واخرين يكمل سؤال ووقف كيستطع. والرمضاني ما كيهضرش معايا بهذه الطريقه صاحبي. انت تقول لي ولد الفشوش يعني انا با امي ما كيعرفش يربو. اليوم اللي عنده هاتف كيهزو ويبدا يعطي في النصائح في اللي كيعرف وفي اللي ما كيعرفش. انت واحد منهم. انت دكتور وعارف لان السيجاره واحد الشيء اللي مضر بالصحه وكتكميه الناس. انت صحافي ما كتعرفش تهضر. انت واخا ما عندكش اللحيه، عندك اللحيه داخله في دماغك. انت عندك خارجه من دماغك. لا الحمد. سانسين الرجوله هذه.